اليوم رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً بشأن المناطق اللوجستية. الصحة تطلق 28 قافلة طبية مجانية بإحدى 21 محافظة لضمان الوصول للأماكن المحرومة. طلاب أولى ثانوي يؤدون الامتحان الإلكتروني في الفلسفة والمنطق. التعليم: المديريات التعليمية بدأت الاستعداد لامتحانات آخر العام. حملات مرورية لرصد متعاطي المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة. اليوم التضامن تعلن اختيار 12 ألف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية. اليوم بدء تقديم خريجي الطب البشري للضباط المتخصصين بكلية الشرطة. تعاون يمني أمريكي لإعادة تأهيل وترميم المتاحف في عدن وتعز وزنجبار. حكومة نيوزيلندا تقدم مشروع قانون لحظر أنواع الأسلحة المستخدمة في هجوم المسجدين. مصرع 5 أشخاص في حادث تحطم طائرة بألمانيا.